هي عسلامة بيسيت. دي أول مرة نعمل كامبينج، دونك حسيت إن حاجة سمحة، يعني فكرة سمحة كان نشاري معاكم شنو من الحاجات اللي هزيناهم وكانوا so useful، وشنو من الحاجات اللي I need them أنا كطفلة، دونك هكا تكون موجه أكثر. شفتوا كتنقول شنو من الحاجات اللي لازم يتهز، وشنو من الحاجات اللي كطفلة معناها لازم تهزيهم معاك إذا كان أنت ماشي الكامبينج وتجربي كامبينج ولا اللي هو المهم. باهي شفتوا من اكثر الحاجات اللي هكا هما مهمين، يعني لازم يكونوا موجودين اساسيت بوبيل على خاطر تستحقوا، فهمتوا؟ باش ما تمسخوش البلاصه حناته مثلا، وير لاكي في البلاصه هذه انه هكا اسباس هكا عرفتوا هكا كومفورتابل شويه، مش كيما بلاصه اخرى تهز خيمه وتمشي تكمت فيها خلاو قفار، دونك لازم كل شيء عندك. حنا الحمد لله كان فما ما فما بوبيل ودرا شنو، مي كمستحقين ساشيت بوبيل في وسط الطونت هكا تعرفوا في مشوار لنجيت الحاجه تذوقهم، يعني تنجموا تحطهم فيهم، لازمكم ساشيت بوبيل فهمتوا. باهي لازمكم تهزوا حكاكه نتاع معون وكاو انتم باش تستحقوا معون وباش تطيبوا وكل، دونك هكا الحكاكات اللي يبيعوا فيهم هذوكم يعني المربعين وكل تنجموا تستعملوهم. اذا كان باش تعملوا باش للخيمه على البرد ولا على الريح ولا على المطر ولا حاجه زاد حاجتكم مزازيك حاجتكم باش دينول زاد ديجا تنوريكم تو كيفاش عملت الدينول والجل دوش، على خاطر انا حبيت نهز جل دوش الكل شيء، يعني هوينه او ميم طون صابون او ميم طون جل دوش، نسبه تغسل برجليكم نسبه تغسل بايديكم فهمتوا، مريح وسريع فهمتوا، مش صابون تبقى تريغ ولا حاجه هكا في ساعه ما تستعملوها في ساعه ما معناها ما تبقوش هكا صابون تريغ وكل، وهكا براتيك فهمتوا، تنجموا تخبوها في الساك وكل. نوريكم ايش عملت، شوفوا فاش عملت هذا دينول ست شوي ما خطر خافر برشا، وهذا جل دوش وينيدت يعني عوض الصابون وكل فيس العبيد اللي تنجم يعني تتشعل نار ولا حاجه، خاطر حنا زاد نلقوا اسباس للنار نلقوهم محضرين كل شيء دونك ما استحقينا شيء. زاوره خفيفه زاد كان تحبوا عندكم اسباس شنو هذا مقله ضروريه جدا جدا، على خاطر مش بالضروره تهزوا طنجره، تنجموا تهزوا مقله طيب فيها كل شيء، تنجموا تقلوا فيها تنجموا تعملوا فيها عجه تنجموا تعملوا فيها اي حاجه، كان مقرونه مثلا ولا فازه لازمكم طنجره، العبيد اللي ناويه باش تعمل مقرونه ولا حاجه لازمكم طنجره صغيره، صحن كان تحبوا صحن بلاستيك ولا كصحونات الحديد هذوك، ماك حاجات معون قديم فهمتوا، زيت نتاع قليان زاد كيف كيف، حنا على خاطر عارفين واحنا شنو نطيبوا فهمتوا، جايبين معنا بريك وخلوط دونك نستحقوا زيت قليان وكل بس. باهي شنو اخر تستحقوا كيف كيف صفاي، اذا كان باش تعملوا مقرونه حنا نحينا حكايه المقرونه قلنا بنقصد باش خاطر كي تنحوا المقرونه تنحوا مع الطنجره تنحوا معها الصفاي، دونك انتم كيف ما تحبوا انتم الاسباس نتاعكم، مش كون يمشي كامبو بكرهب دونك عندهم الاسباس وكل. باهي ماكله اذا كنت تحبوا تهز معاكم ماكله فما تبانه قاعده تمشي وتجي، ديجا ابقى استنوا الفيديوهات الجايه باش نحكي لكم انا وين باش قاعده نعمل وكل شيء، مش قاعده نقول لكم تو باش تشوفوا هكا المين نتاع الدبش. باهي تنجم تهز معاكم ماكله مثلا خلوط نتاع بريك، تهز معاكم صوص نتاع مقرونه، تهز معاكم فزيت فهمتوا انتم مش تحبوا بيان سور، تنجم تهز معاكم ماكله اصلا تشروا من غادي تعملوا عظام ولا يور سو فري في الحكايه دي. باهي تستحقوا زاد مغارف تستحقوا شوايه، الا كان باش تعملوا نار تنجموا حتى تحطوها وتحطوا فوقها الطنجره ولا حاجه حتى بروتكشن لكم انتم، تنجموا تشوفوا فيها اللحم. تستحقوا بريكيه، وانا شفت فيديو قلت هزوا زوز بريكيات خاطر واحده تنجم مثلا بالمطار تفسد ولا تدروش علاش نجم يصير، دونك يلزم تهزوا زوز بريكيات. لومب ياسر ضروريه اللومب، كيك سوا لومب هذيك تهرش ولا ما تعملوش برشا تليفون خاطر نجم تحشرش، دوك ماذا بيكم تهزوا اش اسمها باور بانك. باهي هنا حطيت دبش ديجا تكدست الدنيا تبخص، وذاك دبش اللي ديجا هكا يعني اي نيدت، فما برشا حاجات نقصتها على روحي باش نمشي بها، شابو فزيت، وهنا المعون اي ويل فايند اوت واي كيفاش باش نحطه، هذا تروس هكا فيه فازات لي اي مايت نيدت، كمسيك يستيك كريمات برفان سيروم حاجات هكاكا. هي مازالت فما فازات اخرين اللي هما شنو يعني هكا فازات فهمتو كالفحات وكل شيء مست ما حطيتهمش، حطيت هنا هكا شوفو زيت زيتونة ديجا المخدة دي لازم نهزها، هنا زيت زيتونة وفحات ومغارف. قاعده نشارك معاكم في الاجواء على خاطر اتس اكسايتنج، خاطر اول مره نعمل فازك قاعده قلت لكم، تو كل مره نوريكم حاجه.
مش تنقولكم تنقولكم كين كيجيو الفيديو مش نحيكم على المقبرة ونشد راح باي باور بانك قلت لكم منشفة زادة مهمة كويت بون سا ديبون قلت لكم حاجة تدقكم سا ديبون زاورة خفيفة سا ديبون كل فانا وقت ماشيين وشني البلاصة اسكو عندكم مكلمات لام تخيمة ولا لا المناديل بابيي لانجيت تستحقوهم سكينه زاد تستحقوا تجيبوا اللفاحات نتاعكم كل عبد كيف شي طيب الملح السكر البن جيبوا باش تعمل قهوه كتر قهوه كحله الفلفل الاحمر الزعفره الفاح الفلكحل حاجه تضمن يعني ميبي في معبدك ماشي كابكيك ولا طفله ولا حاجه دونك يعني نعمل معكم في تشيك ليست باش تتفكروا باش نقول لكم زاد من بعد شنو الحاجات اللي ناكي جيت هنا حسيت روحي مستحقتهم وحاجات اللي ياسر فرحاني جبتهم اون طونك طفله بنسو حاجه مهمه برشا ما تنسوش انكم تجيبوها ارندمت اني ما جبتيش الهيش لاكه سورتو في طقس سخون وحتى ولو مش في طقس سخون جيب معاكم شلاكه خاطر باش ما تبقوش كل مره تلبسوا في صباط وتنحوا وتلبسوا وتنحوا دوك ماذا بيكم جيب معاكم شلاكه كي في الصيف ولا الشتاء كتب كان تحبوا لانجيت لازمكم تجيب معاكم دويات لازمكم تركزوا تجيب معاكم دويات لازمكم تجيبوا دواء تاع راس بنادول ادول اللي هو لازمكم تجيبوا دواء تاع جريان بطون لازمكم تجيبوا اي واحد عنده دواء اخر يسام فيه بنسو لازم يجيبه تعرفوا يعني كان عندكم دويات نتاع صفر ولا فازه دونك يا يو نيد دويات زيزوه زادت لازمكم تجيبوا زيزوه اذا كانتم ناويين طيب قهوه ولا حليب ولا حاجه وزيت زيتونه اظن بالنسبه للحاجات وسجاده وخمار اذا كانتم تصلوا باهي من بعد تعدوا اللبسه اللبسه اللي هو كل عبد كيفاش كل عبد انا ساكن مثلا صغير ما يزيش برشا تجي تشوفوا فكرت ان التروس هذا زاد لازم يتحط هنا ما فهمش بلاصه اخرى خطر هنا باش نحط الدويات وكل باش نحط ساك انا ستوش صغير نتاع الدويات كيف ما هذا يا اخي يا تنولي شوف كيفاش نحطهم I will try to manage it ان شاء الله يتسكر اسمعوا تعرفوا شفتوا شديت روحي شديت روحي شديت روحي باش ليميتي روحي في الساك بركه انا اكنت ساكت يطرشك شوف شوفوا تيترشق بالحق هذيك خلاص باش نلبسها تو تيترشق عرفتوا مازال هكا باش نحط الشارجور مازالت هكا فزيت فهمتوا مي بيدبوزه ما ولا حاجه دونك جبت هي هكا نحط فيها حاجات نستحقها اي كانت نمشي بساك ورقه صا ماجري نحط هكا سطوش في فلوس في بطاقه تعريف في فازه كاكا عرفتوا كم امبوسيبل نجم نميتي روحي بساك مش امبوسيبل ودي انا مش فاهمه حاجات زايده برشا انا ساكن مش نتاع كامبينغ فهمتوا انا شكون عندها هكا السكن تاع الكامبينغ الكبار اما انا ساكن مش نتاع كامبينغ دونك ميكفيش يعني اي ام سو انكشوز هذاك علاش نحكي برشا عاد مش تخليكم تفدوا برشا مني